شو رايك اعمل لك كاسه شاي؟ هلا شربنا شاي تحت، شو عالطالعه والنازله؟ طيب حط لك صحن فواكه؟ لا مو جاي على بالي. لك امي مره بتحب الكلمه الحلوه اللمسه الناعمه الحنونه بتضحك عليها. اها خيريه؟ عيونها ابن عمي. شلونك؟ منيحه الحمد لله. منيحه؟ منيحه كتير؟ ايه ابن عمي منيحه منيحه كتير. لك والله صعبه. بسم الله حواليك ابن عمي، شو هي الصعبه؟ بتعرفي بالحزازير؟ ايه بعرف. برق برق وتخبى بين الورق، شو هو؟ الله هي طولت، شو عم تعمل؟ لك يا عم زكي يا عم زكي طمنيني شو صار معك؟ لا 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 شو خير يا حبلي؟ ألف الحمد لله يا ربي، ألف حمد وشكر لك يا ربي. تعي تقبريني تعي، إن شاء الله تطلعي على قبري. ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك يا مطعم. لك الله يكملها معك يا خيرية إلهي. شو سعد خانو؟ إن شاء الله رح تمشي لي الشغلة هيك. لا أيو شو مشي لك يا لك، أحلى حلوان لأحلى أمزكي والله. يا عيني عليك يا عيني. تعي لقلك خيره. شوفي حبيبتي أنتي لساكي بأول حبلة، كل كلمة بدي أقولها بدك تسمعيها مني. أول باشتان بتنامي أنتي بفرشة وجوزك بفرشة ملك فنجان قهوة تاني. كرمال الله احكي لك شو كلمة عجيب. ولك ببوس ايدك خاطر، ببوس ايدك لما تقلي عجيب. طول بالك اخي، طول بالك طول بالك. ما عاد اقدر، ما عاد اقدر، رح طق. ولك جاي على بالي انطح الحيطان. ولك هذا اللي قتل خالي، خالي ليش نقتل؟ ولك بدي اعرف شلون نقتل. راسي عم يوجعني كثير. بس انا كنت حابة احكي لك خبرية. خبرية شو؟ انا حبلة. شلون يعني؟ حبلة يعني ببو؟ ايه انا حبلة صار لي شهر. ولك ليش ما خبرتيني لهلا؟ أنو ليش أنت عم تقعد بالبيت لحتى خبرك؟ كرمال الله لا تواخذيني بنت عمي. الله وكيلك اللي حامله جبال ما بتحمله. امسكي هاي ليرة ذهب عصم الله، اعملي فيها شو ما بدالك. ان شاء الله الف مبروك. الله يخلي لي اياك يا رب. خيريه بدي اياكي تجيبي لي ولد قلبه حاضر مثل النار وايده بيضه مثل التلج. سيدي وتحش راسك. تفضلي مرت عمي الغدا جاهز. اسلموا هديات. وداكي شو هاد؟ شو لسه جوزك ما اجا؟ لا والله ما اجا. قاعدة تقبريني، قاعدة كلي. لا مرت عمي معلش بستناه شوي يعني بركي ما طول. لا تقبريني لا، يمكن يطول ويتأخر للمسا ما يجي. قاعدة تقبريني قاعدة كلي. ايه مرت عمي بس انا ما بحب اكل من دونه. خلاص كلي انت ان شاء الله الف صحه. وانا الله يصلحه هالمعتز، الله يصلحه. والله ابو عصام ما كان يتاخر دقيقه عن وقت الغداء. شو طيبين ان شاء الله بيعيشوا هديات يا خيريه. شو مرت عمي نسيتي انه انت اللي تبلتيهم ولفيتيهم؟ لا تقبريني والله ما نسيت. شو فكرتيني مخرفه؟
لا بس مو انت اللي طبختيهم، حطيتي نفسك الطيب فيهم. قلي تقبريني، يلا كلي هلا بيبرد. حمزك يا اخ، الف ريال ما بتتغير ابدا ابدا، ما بتتغير. كل ما بقول عقلت يا الله بترجع تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. تعرفي منيح لي ما رحت وما هزيت بدني فيها. يا اسمعوا على الحكي، شلون بدك اياهم ضحكتهم متر وبين سنهم الاخراني وهم بشيروا في ريال بحياتهم ما اتفقوا؟ لك يا بنات عملوا لنا فنجان قهوه صحي راسنا بقى. حاضر حاضر مرت عمي. ايه صحيح، انت شلون ما بتروحي على زياره ام جوزيف؟ يا سواد وشي منك يا ام جوزيف، لك شلون بدي روح يا ام زكي وبنتي جميله مقلعه وقاعده عندي بالبيت من تحت راسها لمقصوفه الرقبه؟ ودخلك شو دخلت لطفيه بتقليع الجميله؟ لك مو هي السبب، هي اللي خلت عصام يطلع خلقه، قام قلعها هي وهدى، وبشير ما قبل على حاله قام قلع لي بنتي جميله. عجبك؟ لك يا جماعه شو عم يصير؟ لا عين وصابتكم، ما في كلام ما في كلام. انا ما رح اعمل لا عرس ولا طنه ورني، انا بدي اروح على بيت اهل المخلوق اجيبها وحطها ببيتها. قبل ما تجيب البنت على بيتها روح رجع اختك اللي تقلعت بسببك. اخي هاي عرضيه محلوله من اصلها، بس رجعت هدى على البيت ترجع جميله. طيب ما تروح ترجعها بالاول؟ بس اطلب البنت وانا فاتحتها وبعدين بحل الموضوع برجع نسوان التنتين على البيت، وساعتها بيكونوا دريوا انه في ضره ثالثه بدها تجي تكبس على نفسهم. اخي يستر عرضك، عافيني من هالقصه. يعني ما رح تروح معي لعند ابو النار؟ لا ما رح اروح معك لعند ابو النار. لك يا بنتي بكفي شرب بكفي، البيت ضيف وصار عم يبرق مثل النحاس. يلا يلا يعني خلصت. لك يا بنتي ما بصير تتعبي حالك، انت بكريه. ها شلون اجوا؟ يلا يلا فوتي فوتي لجوا، بجوز يكون جاي معهم حدا. شرف علي شرف. قبلوا لي يا جماعه. مشي الحال عمي مشي الحال، ان شاء الله الف مبروك. مبروك يا ابني، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابني. الف مبروك اخي. الله يبارك فيك يا اختي. اخي شفتها للعروس؟ اي بخيريه، شو هالحكي؟ ايه ابن عمي شو حكينا، هو من حقه يشوف العروس. طمني يا اختي طمني، منيحه حلوه ما هيك؟ لا اله الا الله. يلا 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 انت تري ساوي لنا كاستين توت شامي، خلينا نبل قلبنا فيهم اليوم. يلا حاضر. لك اهلين خاطر بعرضي، فرحت لك من صمصوم قلبي. اهلين ابو العز. ايه يا ابي ما قلت لي امتى العرس والدخله؟ مو مثل ما اتفقنا مع الشيخ عبد العليم؟ بلا يا ابي مثل ما اتفقنا، العرس والدخله بعد صلاه العشاء.